السؤال الثاني، من يتحمل مسؤولية قتل المدنيين في قطاع غزة؟ وحدها المنظمات الإرهابية وعلى رأسها حماس، هي تتحمل المسؤولية الكاملة عن دماء الأبرياء الذين قتلوا في قطاع غزة، فهي التي استخدمتهم دروعا بشرية من خلال وضع منصات الصواريخ بين الأحياء السكنية وزرع مقاراتها الاستخباراتية والعسكرية التخريبية داخل المباني المدنية. ناهيك عن أن إطلاق الصواريخ الموجهة ضد إسرائيل كان ثلثها يسقط داخل القطاع متسببة بإصابات بين جرحى وقتلى فيما بينهم العديد من الأطفال. وهنا لابد أن نفكر أن جيش الدفاع اعتمد أخلاقيات الحرب، فكانت استهدافاته في كامل الدقة والمهنية، كما كان يحذر عادة المواطنين الأبرياء من الابتعاد عن المكان المستهدف ومنحهم وقتا للإجلاء. وكل هذه الصور والفيديوهات موجودة أيضا على الإنترنت ووزعناها على وسائل الإعلام. علينا أن نؤكد أن كل مكان يستخدم واستخدم لأعمال إعدائية وعسكرية ضد إسرائيل أصبح بذلك هدفاً شرعياً للاستهداف. وكما قلت وكل موثوق بصوت وصورة، حماس تتحمل كامل المسؤولية عن كل ما آلت إليه الأمور، وخاصة استخدام المدنيين في غزة دروعاً بشرية. ارتكبت جريمة حرب مزوجة، أطلقت الصواريخ والاعتداءات من بين الأحياء السكنية لتستهدف المواطنين الإسرائيليين الأبرياء. كل من استهدف بصواريخ حماس كانوا من الأبرياء في إسرائيل. السؤال الرابع والأخير، استهدفتم برج الجلال الذي يحتوي على مكاتب لبعض وسائل الإعلام، لماذا؟ تم قصف برج الجلال لأن حماس قامت بوضع مكاتب عسكرية داخله وأدارت عملياتها العسكرية والاستخباراتية من داخل جدرانه، مختبئة ومتسترة وراء المكاتب الإعلامية التي كانت متواجدة وراءه. على سبيل المثال، مقر المخابرات العسكرية التابعة لحماس ومكاتب أخرى استخدمتها كل من حماس والجهاد الإسلامي كانت داخل هذا المبنى، وأهم وحدة كانت هناك وعملت هناك هي وحدة البحث وتطوير التابعة لحماس. ولذلك نحمل من جديد حماس المسؤولية الكاملة عن التستر واستخدام وسائل الإعلام دروعا بشرية لنشطتها الإرهابية.